هلا رحنا بنزهة مدينة إدلب بداركوش، رحنا طلعنا نزهة صغيرة حتى نغير جو الكآبة المعاناة اللي كنا عايشينها بالغوطة. هاي رحنا بنهر العاص، هلا شوفوا المناظر خلابة. هاي هي بلدي، هاي هي سوريا. كم أحلاك يا بلدي. احنا نقوم بنزهة بعيدا عن أصوات طيران، أصوات قصف اللي كنا عايشينه بالغوطة الشرقية. كم هو منظر جميل ورائع بعيدا عن أصوات القصف.
هاي سد عين الزرقاء، شوف الماشي زرقاء، هاي الجبال من حواليها والماي تحت، وهنيك نهر العاصي. هذا كله متواجد بسوريا، مدينتي